كابتن حكيم عبد الحسن طبعا المدير الفني للمجمع البترولي، غدا مباراه الاهلي والمجمع البترولي، مباراه اكيد غايه في الاهميه. النادي الاهلي ان شاء الله اليوم يحصل على 3 اشواط، وغدا ان شاء الله يتبقى له شوطين ليتوج بالبطوله رقم 19، البطوله العربيه طبعا رقم 19 يعني سات الكره الطائره. مستمرين معاك كابتن هيثم، كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، واكيد لحظات بسيطه ويكون معانا كابتن محمد صلاح المدير الفني لفريق سبورتنج المصري. محمد صلاح المدير الفني لفريق سبورتنج، في البدايه طبعا يمكن هنقول بطوله جيده ليك يا كابتن محمد، اديته اداء رائع على مستوى طبعا البطوله، لكن التوفيق وعدم التوفيق ده ما نقدرش نتكلم عليه، لكن قول لي استفادتكم ايه من البطوله بشكل عام يا كابتن محمد؟ اول حاجه بشكر ربنا سبحانه وتعالى ان احنا المباريات دي على قد ما احنا اديناها بشكل جيد جدا، على قد ما كانت نتائجها مرتبطه دايما بقله خبرات اللعيبه في الاحتكاك الدولي. وبشكر لعيبتي جدا، اولا بشكر مجلس اداره النادي ان هو وافق على الاشتراك في البطوله، ان هو يدي دعم لفرقته، لان هو شايف ان هي فرقه جيده، وبالاحتكاك ده مستواه هيعلى اكتر واكتر وهيمثلوا النادي بشكل افضل. لعيبتي انا بشكرهم جدا وبقول لهم ان دي اول مره تلعبوا مع فرقه بره مصر، وان انتوا لولا الرهبه ولولا الخوف ولولا عدم تقدير الموقف، خبرات تقدير المواقف ديت، كنا ممكن نكسب النهارده، مفيش اي مشكله. فرقه زي فرقه كتير من اللي بتقابلنا في الدوري، بغض النظر ان هي تاني العرب السنه اللي فاتت وبطل افريقيا قبل كده، ده يقول لهم ان انتوا على مستوى الافراد انتوا مش اقل منهم، بس هم على مستوى الخبرات اعلى. فانا بشكرهم جدا على ادائهم، انا مش زعلان منهم، بالعكس انا بحييهم جدا جدا، وبقول لهم ان شاء الله اذا استمر المره الجايه لو قابلنا الفريق دي تاني هنعمل احلى من كده، ويبقى عندنا تقديم موقف اكثر من كده، ونبقى هادين اكثر من كده. ومبروك ليهم مشاركتهم اول مشاركه في البطوله العربيه، والاداء اللي عجب الناس برغم النتيجه. احنا داخلين حاطين التارجت بتاعنا ان احنا ما نبقى بعد الفرقه دي، ولو كان جه اي فرقه تانية غير الثلاث فرق الاقوياء دول احنا كنا جينا بعديهم، وكنا بنتمنى من ربنا ان احنا نخطف ماتش منهم، وكان ممكن، بس الحمد لله، وان شاء الله لما تتكرر تاني هيبقى احسن من كده. يمكن انت كنت متولي القياده الفنيه لنادي الاهلي كابتن محمد فترات اللي فاتت، شايف النادي الاهلي في البطوله دي وخلاص النادي الاهلي خطوات بسيطه ويحصد البطوله دي، وكمان الجمهور اللي بيساند النادي الاهلي ده كله؟ هو احنا كنا كسبنا، كان الاهلي خد البطوله خلاص، الاهلي قادر ان هو ياخد البطوله بمنتهى السهوله، والمباراه الجايه ان شاء الله بتاعت نادي الاهلي 3-0، والاهلي في البطوله ديت كان في حته وبيقدر فرقه في حته ثانيه خالص، اقرب فرقه كانت ليه الصفاقسي، بس الاهلي بخبراته وبجمهور الجميل اللي هناك ده اللي بيحرك الصخر ما حدش يقدر على الاهلي ان شاء الله باذن الله. كل الشكر طبعا والتقدير من جديد الكابتن محمد صلاح المدير الفني لفريق سبورتنج المصري، ادوا اداء طبعا بالنسبه للظروف وبالنسبه طبعا للامكانيات الخاصه بفريق سبورتنج، عدم المشاركه طبعا الافريقيه والدوليه والعربيه على فترات طويله، لكن اكيد بنقول له طبعا هارد لك النهارده ومزيد الفتره القادمه من الانجازات في البطولات. عوده ليك يا كابتن هيثم، واكيد فيك لقاءات لينا خلال الفتره.